السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا. القوة شباب. السنة دي طول عمرك وزعناهم 4 مجموعات. حقيقي. حيث كل مجموعة عندها مهمة. يعني ما شاء الله شاكرين للفريق الحقيقة الجهود العظيمة مهندس سلطان وأمجد والزملاء كلهم والصناع اللي دائما احنا نعتز بهم ونفتخر ويسرنا أن نبارك هذا العمل وندشنه ونطلق إن شاء الله رفع ستار الكعبة لهذا العام للحج عام 1444 سائلين الله لولاة أمرنا عظم المثوبة والجزاء وأن يجزيهم الله خير الجزاء على ما يقدمون للحرمين الشريفين. شكرا لزملائنا في مجمع كسوة مجمع الملك عبد العزيز للصناعة الكسوة المشرفة المهندس سلطان المهندس أمجد ولجميع الصناع الذين تشرفت أناملهم بهذه الكسوة واليوم يرفعون الكسوة حفاظا عليها وصيانة لها من أن يكون هناك تزاحم أو تدافع من حجاج بيت الله الحرام. أبابكم الله ولا حرم الله الجميع الأجر. بسم الله بسم الله وعلى بركة الله ما شاء الله. شكرا شكرا لجهودكم الله يسددكم لا يحرمنا وياكم الأجر والمثوبة.